ولد عاق يعيش في وسط بيئة صالحة أقيمت على عين التوحيد. لماذا القرآن يأتي بهذه الصورة في قلب سورة الأحقاف المباركة؟ عدة مقاصد، واحدة منها أن يوضح لكل الوالدين في مختلف العصور أن صلاح الذرية ليس بالضرورة أن يكون من قبيل أنك فعلت وسويت. أنت مطلوب منك أن تفعل وأن تبذل كل ما في وسعك لأجل أن تنشئ ذريتك تنشئة صالحة، ولكن صلاح هؤلاء الذرية بيد الله لا بيدك. الله يصلحهم لا أنت، أنت تفعل والله يصلح. من هنا جاء الربط مع الدعاء وأصلح لي في ذريتي، بمعنى أنك تطلب من الله لهم الصلاح ولكنك تعلم يقينا أن الصلاح بيد الله لا بيدك. مهما كنت صالحا ممكن أن يخرج عن ذلك الأبناء، والقرآن ذكر لنا في سياق سور أخرى أولاد أنبياء وخرجوا عن طوق الإيمان. إذن الصلاح ليس بيدك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. في نفس الوقت هذا لا ينبغي أبدا أن يقلل من طبيعة الجهد الذي تبذله في سبيل تربية وتنشئة أبنائك تنشئة صالحة. مقصد آخر أن مدار التربية غرس التوحيد في القلوب والعقول والنفوس الفتية حتى تشتد وحتى تبلغ مبلغ التكليف والمسؤولية والنضج العقلي، ويستمر معهم كذلك التذكير.